أستاذ راغب، أول شيء نحن بدنا نطمن عنك، وهيك كتار اليوم مشتاقين يسمعوا كمان من نشاطات راغب علامة قبل ما نحكي عن وضع البلد يا أستاذ راغب، لأنه أنت يعني قلبك من الحامض الهاوي مثل ما بيقولوا. ايه مظبوط، وضع البلد مقصود انه يدمروه. يعني انا قلت البلد وغنيت لهم، كانوا قلت يمكن يحسوا، يمكن يشعروا مع شعور الناس، قاموا بدل ما يحسوا تهجموا علي صح، وعملوا عصابات وجيوش الكترونيه ضدي. طبعا انا دائما بقول جملتي الشهيره، انبحوا انبحوا نباحكم يسعدني، صح انا لانه كل ما بعرفها بنحكي كلمه دائما بقول لهم انا بعرف حينبحوا بدي يعوض. صحيح، ومعلش خليني اعوض ما بدهم، هذا شيء بيسعدني لانه بكون فعلا وجعتهم هول المجرمين الزعران الحراميه الفاسدين اللي وصلوا الناس تحلم بفنجان قهوه عشوائي، صح، مش بس بليتر بنزين. صح. فنحن برجع بقول لك انه وضعنا ابيات الفنيه ببلد فيها هيك نوعيه زعماء، هيك نوعيه قياديين، يعني وضع لا يحسد عليه، انه لانه هو اللي لا يعترف لا بالموسيقى ولا بالجمله الحلوه ولا بجبران خليل جبران ولا بفيروز ولا بوديع الصافي ولا بنص شمس الدين ولا بصبوحه، ما بيعترفوا بحدا الا بالمنطق القوه والزعرنه. صحيح. فهلا الفنانين بيجربوا يعني بخلال نقابات يدافعوا عن حالهم، لكن عندك طبقه سياسيه معيبه مهينه ما بتشبه لبنان، ما بتشبه أرزو، ما بتشبه مياته، مشان هيك لوثوا المي والهواء. لكن طالما في شمس طالعة ما رح يقدروا بإذن الله حتى على الفنانين، لأنه سيأتي يوم إنه الفن ينتفض كمان بشكل حقيقي عليهم، ويعرفوا إن هني يعرفوا ما اقترفت أيديهم بوجه الفنانين. استاذ راغب انا كنت بعد الفنانين وقسموهم وعملون عده نقابات، صح كل همهم انه يفرق تسد. صحيح، فرق تسد. المشكل انه النقابات اخر شيء متعلقه فيهم، وعندهم جماعاتهم ببعض النقابات حطوهم لحتى ما يصير هالاتحاد بالنقابات. صحيح، لانه بيعتبروا الاتحاد هو بوشهم. صحيح. استاذ رغب انا كنت بعدني عم اقول له يعني عم بساله للنقيب اليوم قد ايه عم نبكي على هجره الفنانين والموسيقيين بلبنان، بتعتبر هذا التوصيف مزبوط؟ هل هو هجره ولا هو محطه مؤقته لحتى يرجع هالبلد ويرجعوا هالفنانين؟ ويعني اكيد كمان انت من الفنانين اللي عم بتروح وتجي على لبنان، بعكس ما عم بيقولوا انه رغب علامه ترك لبنان. أنا ما تركت لبنان، أنا بعدي بلبنان. أنا حطيت عائلتي ببلد قادتها محترمين، قادتها بيحترموا الإنسان، قادتها بيحبوا لبنان واللبنانية أكثر بكثير، ما بدي أقول أكثر بكثير لأنه قادة لبنان ما بيحبوا لبنان، ما بيحبوا اللبنانية، بيحبوا السرقة وبيحبوا النصب. بينما أنا حطيت أولادي ببلد مثل الإمارات، قادتها بيحترموا الإنسان، بيحترموا الوافد، بيحترموا الضيف، بيحترموا القانون، علموا الناس على القانون، هن القادة نفسهم ملتزمين بالقانون قبل المواطن. على كل الأصعدة، من أراضي كانت كلها رمال وصحراء تحولت إلى أراضي مليئة بالناس والأشغال والمشاريع والبنيان والتجارة والصناعة والكهرباء والنمو والتعليم والفن وكل شيء. حطيت ولادي بمطرح ما تنقطع الكهرباء فيه، حطيت ولادي بمطرح اذا دام يفتح باب بيته وهو نايم. بلبنان عم بزلوا العالم هدول اللي اسمهم زعماء باسم الطائفيه، انه ما زعماء، هن زعماء طائفيه، يعني عندهم زعرانهم منهم زعماء بالحقيقه. نعم، اولادي انا ما بدي اياهم يعيشوا بهالفتره بلبنان، ما بدي اياهم تنقطع الكهرباء وهن نايمين او هن طالعين على البيت، ما بدي اياهم يلاقوا ما في دواء، ما بدي اياهم يلاقوا ما في بنزين، ما بدي اياهم يعيشوا ببوليوشن ارادوا هؤلاء زعماء الطوائف ان يضعوها بانوفنا وبوشنا. لك يا جماعه زعماء مش قادرين يلموا زباله، مش قادرين يعملوا معمل فرز للنفايات،
لك في اقل من هيك؟ بحب لانه هن من صنف النفايات، هن من صنف النفايات، ما بيعتبروا النفايات عيب. للاسف الشديد نائب بدك تقول له احنا انا بس بدي راغب. انا بدي بس اشكر فعلا المداخله والكلام اللي عم بيتفضل ويحكيه الاستاذ راغب، ووقت اللي غنى فعلا أني طال البلد كلهم تهجموا وحكوا، ونحن كان لنا موقف وبيعرف بالنسبة للنقابة، ونحن شفناها أنه كان بلشوا بيراغب عليهم من محافظ الألقاب وبعدين حتى تمشي على كل الفنانين. وأنا بتشكر يعني حقيقة كمان مواقفه لأستاذ راغب، ما حدا بيعرف شو بيشتغل بالخفا، ونحن كنقابة بنعرف، نحن مش من زمان كتير كان في موقف لإله مهم جدا وساعدنا، وهو كان رأس حربة لقدرنا حجز عنا كم موسيقي ببريز وكان صحيح. ايه ورجعوا بخير وسلامه، وكان الاستاذ راغب هو راس الحربه بهذا الموضوع، قدر خلال كمان معارفه هونيك ومن خلالنا قدرنا جبناهم. فالاستاذ راغب وقت اللي بيكون بالبلد هو بالبلد، ووقت اللي بيكون برات البلد هو داخل معنا بالبلد، هو دائما وهذا كلمه حق تقال. نحن بكل احوال لعيب نحن بنعتز بموقفك انت كمان. تسلم. بس بدي لكم شغله، نحن برات البلد بنشتغل للبلد. صح، هذا اللي بدي اقوله. نحن ما رح نفل، ابدا للبلد. ابدا. نحن رح نبقى وهن رح يفلوا، حيرجعوا اولادنا ويعمروا. 100%. اولادنا عم بيروحوا بيتعلموا شو معنات الحياه الحقيقيه ليرجعوا يبنوا لما يفلوا هالزهران. مزبوط. عم بقول لكم اياها. نحن ما هاجرنا. مزبوط. نحن نتشرف بأقامتنا بالإمارات العربية. مزبوط. لأنه قادة بيشبهونا. صح. وبلد بتشبهنا وحياة. صح. بتشبهنا. مزبوط. لكن والإمارات العربية دائما كانت هي السباقة بالدفاع عن لبنان، مساعدة لبنان والوقوف دبلوماسيا أمام لبنان، حياتيا أمام لبنان واللبنانيين. الإمارات العربية المتحدة قادتها لبنانيين، بينما قادة لبنان ليسوا لبنانيين، قادة لبنان تابعين. صحيح. بينما قادة الإمارات العربية المتحدة بحبوا لبنان، بيحكوا بلبنان، بيبكوا على لبنان اللي عم بصير فيه. صح. وبيتغزلوا بلبنان واللبنانيين وفاتحين بوابهم للبنانيين. صحيح. هاي الحقيقة. صحيح. فنحن بنعتبر حالنا بالإمارات ببلدنا. مزبوط. ما عندنا أي شعور إنه مش ببلدنا. صح. ما عندنا أي شيء بيقلنا إنه أنت مش ببلدك. بلبنان إذا واحد بيقدم معاملة بالدولة بده يشوفوه إذا هو شيعي ولا سني ولا كاثوليك ولا ماروني ولا عوني ولا قوات ولا حركي ولا حزب ولا مش عارف شو، لحتى يبلش يحطوا له، لا تاخذوني بهالكلمة، الإخوازي هيدا بحط له خازوق، هيدا بفك له إياها ليفرجيه إنه هو قبضاي. بينما بالإمارات على الانترنت بخلص كل شغله الواحد، ما المهم يعرفوا من هو، المهم بيكون مواطن يحترم القانون او مقيم يحترم القانون، هذا الشيء اللي بيشبهنا نحن. صحيح. اولادي نعم اقاموا، اولادي اقاموا عم يشتغلوا، ابني خالد اسس شركه طبيه بلبنان، بعد اللي صار كل اللي اشتغلوا بخمس سنين راح سودان، بينما راح على الامارات اسس شركته، بست شهور عوض كل اللي راح عليه بلبنان واسس وبلش من جديد، وبيقول لي انا لبنان هيدا ما بيشبهنا بابا، لما يفلوا هول حنرجع ان شاء الله، لما يفلوا هول الزعماء، زعماء الطوائف حيرجعوا ان شاء الله. نعمل ذلك.